وإلى الأهلي في الصحف الأهرام سبورت، أيوب ينفي إراحة الأساسيين أمام الإنتاج والداخلية. الأخبار، الأهلي جاهز لإيقاف الإنتاج. الجمهورية، الثلاثي المرعب في الدوري أحرزوا نصف أهداف الأهلي. وجريدة المساء، سيد عبد الحفيظ احترام المنافسين كلمة السر في الأهلي. ومع جريدة الوفد، الأهلي يتسلم شرائط مباريات منانا الجابوني قبل مواجهته بدوري أبطال إفريقيا. والمصري اليوم، ربيعة يخضع للحقن بالبلازما للمرة الثانية في ألمانيا. ومع جريدة الوطن، أجاي يقترب من صفوف النسور. الشروق، أيمن أشرف نواجه ضغط مباريات والفوز هدفنا الأساسي. ومع اليوم السابع، خالد مرتجي المشاركة ببطولة كأس دبي للناشئين تفعيل لبرنامج عائلة الأهلي. فيتو، وليد أزارو يحطم الأرقام القياسية مع الأهلي. وجريدة الميدان، حسام غالي يزور مستشفى أبو الريش للأطفال. رياضة 24، عبد الحفيظ ينسق مع سفير الجابون لإنهاء إجراءات سفر الأهلي لمواجهة منانا. وفي الجول، أيوب لم نحسم اسم حارس الأهلي أمام الإنتاج. ومع الأهلي دوت كوم، الأهلي يبحث تعديل موعد مباراة الذهاب ضد منانا بسبب افتتاح بطولة الطائرة. إلى يورو سبورت عربية، الأهلي يقترب من تحطيم رقم صامد لمدة 42 عاما. ده كان آخر خبر معانا النهارده، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.